معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور دايما، بسعد بتواجدك معايا. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك، شرف ليا يا كريم. مساء الفل يا كابتن جهاد. رايك النهارده في الحالات مباراه الاهلي وسيراميكا، وهعرض لحضرتك واحده واحده وهبدا بالهدف الاول للنادي الاهلي. هاتوا لنا الشباب الهدف الاول للنادي الاهلي. وسام ابو علي الهدف امام حضرتك يا فندم. تمام، الهدف ده كان لاعبي سيراميكا كان طالبه بالغاء الهدف لوجود خطا على امام عاشور في اللقطه دي. تلامس حصل، تلامس حصل بين امام عاشور ولاعب سيراميكا، لكن مش كل تلامس خطا. التلامس اللي حصل ده مفيش فيه خطا من امام عاشور، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم الفار لما راجع، كان قرار صحيح من الحكم باحتساب هدف الاهلي الاول، مفيش خطا قبل الهدف، وبالتالي بنتكلم على الهدف هدف صحيح. التلامس اللي حصل بين امام عاشور ولاعب سيراميكا لا يرقى لاحتساب هدف باي حال من الاحوال. عظيم. لا يرقى لاحتساب خطا باي حال من الاحوال. عظيم. ناخد اللقطه الثانيه. وهي لقطه طبعا كانت لقطه جدليه جدا، واعترض عليها الجهاز الفني ولاعيبه سيراميكا كليوباترا ضربه الجزاء اللي احتسبت لصالح النادي الاهلي من الحكم كابتن محمد معروف. نفس المعيار يا كريم، هنتكلم فيه واحد. التلامس لما بيحصل مش شرط يبقى التلامس ده هو سبب الخطا او سبب الاعاقه اللي حصلت، نفس اللي حصل مع امام عاشور هنطبقه هنا، بس هنتكلم في نقطتين اثنين. اولا يعني وسام ابو علي لعب الكره والرجل اللي متاخره الوش الرجل في الارض، يعني خلاص انا واخد القرار ان انا هقع. التلامس اللي حصل مع سعد سمير مش هو السبب الاساسي لسقوط وسام ابو علي. وسام ابو علي اللي سبب سقوطه اللي هو خد قرار ان انا هسقط، ان السيميوليشن واضح، وبالتالي كان التلامس اللي حصل ده مش هو سبب الاعاقه باي حال من الاحوال. نفس اللي قلته على امام عاشور، التلامس لما بيحصل مش شرط يبقى في خطا. اللي برضه نفس الكلام، التلامس لما حصل من سعد سمير اللي حاول يلم رجله على قد ما يقدر عشان ما يوصلش للرجل، لكن تلامس حصل في وقت كان فيه وسام ابو علي بطريقه للسقوط، يعني مش ده سبب السقوط باي حال من الاحوال. واللقطه دي يا كريم هي سيميوليشن واضح على وسام ابو علي وركله جزاء غير صحيحه. حكم الفار استدعى الحكم ووراه اللقطه، قال له انا مش شايف ان في ركله جزاء، تعالى شوف اللقطه، شاف اللقطه ورجع بقرار غير صحيح. وانا بحمد ربنا ان في الاخر القرار ده ما اثرش على النتيجه، لان في الاخر الاهلي كسب 4، مش الهدف ده هو هدف الفوز، وده طبعا مهم جدا لطاقم التحكيم لما اغلط غلطه او في خطا تحكيمي ما يكونش هو السبب في نتيجه المباراه او يغير نتيجه المباراه. كابتن جهاد انت قلت لي قبل كده انه حكم الفار لو استدعى الحكم مش شرط يكون عشان عكس قراره، بالعكس ده ممكن عشان ياكد له قراره، صح كده؟ ده دي حاجات خاصه جدا في مباريات كبيره، يعني اقصد ممكن يكون الفار بيقول له تعالى اتاكد اكتر ان هي ضربه جزاء. لا لا، اللقطه دي مختلفه تماما. انت بتتكلم على لقطه قبل كده يا كريم في ماتش الحكم الالماني لما جاب لقطه صعبه جدا، لقطه جدليه جدا، الرجل لما خرجت بره اطارها وعملت التلامس بتاع الكارت اللي كان بيطلب ركله جزاء. اللقطه دي جدليه جدا وصعبه جدا، وكان لازم يبيع قراره ويسوق قراره. لكن اللقطه بتاع وسام ابو علي النهارده لقطه واضحه وصريحه، مفيش فيها تاويل، مفيش فيها كلام كتير، واضحه جدا في اي مكان في العالم، حطها في فيديو فيست باللقطه دي في اي مكان في العالم، فيفا كاف، القرار بتاعها سيميوليشن ركله حره غير مباشره على وسام ابو علي وكارت اصفر. ماشي. اللقطة اللي بعد كده كانت لقطة في الدقيقة 68 مطالبة سيراميكا كليوباترا بضربة جزاء. الكورة جت في يد لاعب النادي الأهلي، لكن ديت كانت ايد السبورت الداعمة للاعب وهو بيقوم مع الأرض، هي ايد السبورت ليه، وبالتالي لما تيجي الكورة فيها مفيش فيها خطأ، واستمرار اللعب كان قرار صحيح من الحكم. كانت مراجعة صحيحة من حكم الفار اللي النهاردة بشيد بيه طارق مجدي النهاردة قراراته كلها إلى حد ما مفيش فيها خطا في المباراه بقى، حال المراجعات كلها صحيحه، وبالتالي بنتكلم من نفس اللقطه دي ركله جزاء واستمر اللعب كان قرار صحيح. عظيم. نروح لمباراه الزمالك والمقاولين العرب ومراجعه لهدف المقاولين العرب الاول ومطالبه الاول، نشوف الهدف الاول للمقاولين العرب. الهدف طبعا هدف صحيح، مفيش فيه تسلل قبل الهدف، مفيش فيه خطا قبل الهدف. اللعبه اللي لعب الكره دي لعبها اللاعب مدافع الزمالك هو اللي لعب الكره للمهاجم المقاولين، وبالتالي ما بنتكلمش في تسلل خالص، وبنتكلم ان الهدف هدف صحيح مفيش فيه اي خطا. ما فيهوش اي خطا. لا تمام. عظيم. الهدف اهو بيكتمل معانا اهو. وبعد كده مطالبه المقاولين العرب بضربه جزاء، هاتوا لنا اللقطه اللي بعدها على طول يا شباب. كان نتيجه 2-0 للمقاولين في الوقت ده. لما يجي له ركله جزاء انا حسبتها، ما عنديش مشكله، انا حكم ماليش دعوه بالنتيجه. كان في مسك واضح من لاعب الزمالك على مهاجم المقاولين العرب في منطقه جزاء الزمالك. والمسك استمر، هو مسك مستمر، مسك واضح ومستمر، وكانت ركله جزاء صحيحه للمقاولين لما يتم احتسابها.
وبرضه بحمد ربنا في الماتش ده ان برضه خطأ التحكيمي ما اثرش على النتيجه، لان في الاخر المقاولين هو اللي كسب. يعني لو المقاولين كانت عادل المباراه دي كان على اكيد هيرجع للنقطه. يبقى عندنا خطأ تحكيمي مؤثر، زي ما ماتش الاهلي كده يبقى عندنا خطأ تحكيمي مؤثر. لا، هنا في الماتشين الاثنين كان هنا خطأ وهنا خطأ. خطأ لركله جزاء غير صحيحه للاهلي تم احتسابها، وخطأ للمقاولين ركله جزاء لم تكسر على الزمالك. خطأين ما اثروش باي حال من الاحوال على المباراتين، وبالتالي بنتكلم برضو خطأ غير مؤثر في النتيجه بيبقى اهون كتير جدا من خطأ مؤثر في النتيجه. عظيم. كابتن كبير، كابتن جهاد جريشة، عايز قبل ما اختم معاك، هو انت صحيح ليك هدف انك تبقى رئيس للجنة الحكام المصرية بعد بيريرا؟ انا مين قال كده؟ بتسعى لده؟ لا، ما بص، اللي يسعى لرئيس الحكام، معلش مع احترامي، مش محتاج نسعى لده، بس احنا في الاخر اي حد فينا حكم اسمه اتعامل من التحكيم، لو تم الطلب منه او تكليفه بده هو هيبقى تكليف مش تشريف. لكن تسعى، لا، بقى احد من الاحوال اللي هتسعى ليه وهتسعى عشان ايه؟ يعني لما خلص بقى لي 3 سنين، ليه ما فعلش في السنين اللي فاتت؟ وحتى لما انطلبت اشتغل مع الحكم الاجنبي وكان ليها شروط 1 2 3 4 5، وطبعا الشروط دي ما اتحققتش على الارض عشان ننجح. وانت شفت التجربتين عاملين ازاي. لما ما دخلتش انا ساعتها ما ساعدتش ليه من 30 3 اللي فاتوا، وكنت اشتغل مع الاجنبي الاولاني او الاجنبي الثاني لو كنت بسعى. فالسعي في حد ذاته مش موجود، لكن انا لو انطلبت انا موجود وجاهز بخطتي وجاهز بشغلي. وقت ما ربنا يريد هيكون، لكن باي حال من الاحوال ما بسعاش ده باي حال من الاحوال. كابتن جهاد جريشة، بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت.